فني جدا جدا جدا. هنبدأ معاك وفرقة نادي العين، التشكيل، التكتيك، طريقة اللعب، أبرز النجوم، أخطر اللاعبين. هنبدأ سخنة على طول على بالتشكيل. طول ماشي، يلا بينا يلا بينا. أول يلا حاجة بينا. طبعا فرقة العين الإماراتي فريق محترم جدا، وهو الحاصل على دوري أبطال آسيا. في البداية كده عايز أقول لحضرتك إن قيمته التسويقية 48.8 مليون يورو، قيمة اللعيبة. نعم النادي الأهلي قيمته التسويقية 30.8 مليون يورو، يعني الفارق طبعا يعني 18، حوالي 18 أو 19 مليون يورو. هنتكلم الأول على تشكيل العين الإماراتي وإزاي بيلعبوا مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وعاملين برضو مقارنة ما بين هيرنان كريسبو وما بين مارسيل كولر. نعم تمام، أول حاجة نبدأ بالتشكيل. في حراسة المرمى خالد عيسى. خالد عيسى من الحراس الخبرة اللي قدامنا على الشاشة أهو، هو مميز في ركلات الجزاء، مميز في ركلات الجزاء، عنده 35 سنة. نعم ساعات هو بحالات، ساعات تلاقيه كويس وساعات تلاقيه صحيح مش موفق يعني. نعم الاثنين اللي في قلبين الدفاع. طب قبل ما ننقل عن خالد عيسى كابتن، نعم عشان نقف عند واحد واحد عشان يلا ما بينا نرجعلوش، يعني خالد يلا عيسى بينا. ضعيف جدا في التصويب من خارج المرمى، عنده مشاكل كبيره جدا مع التصويبات اللي بتبقى من خارج المرمى، شفنا في مباراه الهلال هدفين او ثلاث اهداف استقبلتهم شباكه، بس كانت وقال بس يعني يعني مش بعضه مش بس انا بس اتفرجت على يعني الماتش وفي وقال، اصل انا خالد من الحراس اللي بيعجبوني على فكره، هو عنده رد فعل يعني حارس مميز. مهاره سالم وهجومه. الدوسري، تسديد سالم الدوسري دي كانت صعبه قوي. بس يعني هو حتى في اصل مش مباراه كل تسديده من خارج المنطقه تبقى مسؤوليه الحارس بس بس يا احنا بلال، عايزين نقول يا ما كابتن ان تظلمناش قوي كده يا بلال، ما تجيش علينا ممكن قوي كده احنا يا بلال. برنامج احنا برنامج حارس الاهلي مش ايوه انت. ده ممكن لاعب نقول لاعب. المرونه مع السن قلت. بالظبط. لا لا لسه لا 35 لسه سنه ده بينفجر موهبه، احنا عندنا بينفجر الشناوي موهبه تقريبا في نفس العمر يعني. فبينفجر موهبه يعني، لكنه انا قصدي انه مش ضعيف في مش التسديد ضعيف، من بس خارج منطقه الجزاء، التسديدات لكنه من الممكن انه بساعات ما بيبقاش موفق، او لكن هو من الحراس الموهوبين، لان بالظبط انا هو متابع حارس جيد. حراس الامارات طول عمرهم. اتفضل يا دكتور. اثنين من قلبين الدفاع، فابيو كاردوزو ده برتغالي اعاره من بورتو رقم اربعه، عنده 30 سنه. جنبه المساك الثاني كوامي ده ايفواري ومعاه جنسيه ان هو اماراتي، طبعا هم عشان عندهم عدد مسموح في الاماراتيين فهم اغلب اللعيبه معاهم جنسيه اماراتي. الاثنين دول فابيو كاردوزو مميز جدا في الضربات الركنيه وبيلعب براسه كويس جدا ولازم يتمسك، هنشرح دلوقتي احنا عاملين فايل لوحده خالص بالضربات الركنيه لانهم مميزين فيه. كوامي المساك الثاني ده ضعيف جدا ونقطه ضعف لازم نستغلها ان شاء الله. بندر الاحبابي اللي هو الكابتن رقم 11 ده الظهير الايمن، ايريك الظهير البرازيلي ومعاه جنسيه اماراتي رقم 15 ده الظهير الايسر، وده نقطه ضعف دفاعيا، قوي جدا هجوميا. بيتقدم وبيسيب مساحات في ظهره كتير، لكن على مستوى الهجوم بيعمل عرضيات كويسه. بندر الاحبابي لعيب مقاتل عنده الروح، هو كابتن الفرقه اللي هو الظهير الايمن، عنده 34 سنه وعنده 34 سنه لكن الحارس 35. بس دكتور برضه يا كابتن، بما اننا في العين، هل اللي هيلعب كاردوزو ولا خالد الهاشمي؟ لا طبعا كاردوزو. يعني واحد من اللعيبه الاساسيين اللي جايبينه بمبلغ كبير، 3.5 مليون. زي ما انت قلت اعاره من بورتو. اعاره من بورتو وهو المساك الاساسي بتاعهم وبيسجل اهداف دايما. مميز في الراس فعلا. اللعيب الارتكاز اللي قدام الاربعه بارك يونج، وده من كوريا الجنوبيه، عنده 31 سنه، هو الارتكاز الدفاعي اللي بيبقى دايما حامي الاربعه اللي قدامه. وهو ده اللي بيمنع الهجمات المرتده. مروان عطيه بتاع النادي الاهلي. برافو عليك. جنبه بيبقى عبد الكريم تراوري رقم 70 ده من مالي، ده لعيب صغير في السن مواليد 2005، عنده 19 سنه. قدامهم لا ماتيوس. لا بس في نص الملعب، لانه هو كان هناك غياب ليحيى نادر بسبب الاصابه. بالظبط. وكانوا هيتجننوا عشان عودته، وهو لاعبه المباراه اللي فاتت اخر 25 دقيقه، ويحيى هو اساسي نادي العين واساسي المنتخب الوطني، فهو لعب الجزء الاخير من المباراه السابقه واعتقد انه اساسي بكره. لو بدا هيبدا مكان تراوري. تراوري ما هو لو بدا يحيى نادر هيبقى مكان تراوري. المنتخب واساسي بس النادي العين. تراوري اللي لعب كل الماتشات السنه دي، يعني لعب حوالي 10 او 11 ماتش. كان مصاب. والاصابه تجددت، لكنه هو فضل مستني عليه، حتى الراجل يعني في المنتخب كان مستنيه ولقى برضه اصيب، ده كان مضايقه جدا. فعاد ولعب الجزء الاخير من دبل حصن المباراه الاخيره. واعتقد عدل واحد واحد بارك يونج ومعاه يحيى نادر هو الاساسي. لو بدا هيبقى بدا مكان تراوري، يعني هي نفس الطريقه 4 2 3 1، هيبقى يحيى نادر جنب بارك يونج او تراوري اللي هو من مالي. نيجي بقى للرباعي الامامي الخطير جدا. محمد عباس ده من الامارات رقم 8 بيلعب جناح شمال. ماتياس بلاسيوس ده ارجنتيني اماراتي معاه الجنسيه الاماراتيه بس هو من الارجنتين، عنده 22 سنه. نيجي للاثنين اهم اثنين لعيبه في الفرقه دي، رقم 10 ورقم 21. رقم 10 كاكو، وده بيلعب في منتخب باراجواي، عنده 22 مباراه دوليه في منتخب باراجواي، قيمته التسويقيه لوحده 5 مليون يورو.
نيجي للخطير اللي قدام طبعا المغربي سفيان رحيمي، وده برضو ليه هنشرح له دلوقتي فايل كامل. سفيان رحيمي اللي هو المغربي اللي قيمته التسويقيه 8 مليون يورو. نعم. لوحده. نعم. سفيان رحيمي طبعا سفيان حقيقه يساوي 20-25 مليون يورو، هو قيمته بقت 8 بعد الاولمبياد. لا ويساوي اكتر من كده. هو نعم. احسن 9 دلوقتي في اسيا. نعم. يعني يعتبر هو لما بينزل لابا كوتجو يا بلال، لما بينزل لابا كوتجو سفيان رحيمي بيتحول لجناح، وده اللي احنا هنشرحه.